مساء الخير جميعا مرة تانية، وبرحب بيكم وبوجه تحية كبيرة جدا لكل السادة مشاهدي قناة النهار بمناسبة حلول عام 2019. يا رب في العام الجديد الكل يحقق أحلامه وطموحاته وكل نجاح وتقدم لمصرنا الحبيبة. النهاردة أنا هتكلم معاكم في الجزء الرياضي من عام 2018، وكمان هطرح سؤال مهم جدا، يا ترى ايه اهم التحديات اللي بتقابل منظومة الرياضة المصرية وبالذات منظومة كرة القدم في وجود المنتخب، في وجود الدوري العام، في وجود المحترفين سواء بره او جوه. في السنة الجديدة هنعمل كده نوع من الاستقراء ل 2019 وما يمكن ان تحققه مصر من انجازات، ومش بعيد ابدا على الكره المصريه ولا على الرياضه المصريه بشكل عام انها تبقى في اعلى المستويات. بحب ارحب واحنا بنستقبل عام جديد مع بعض مع الحقيقه اتنين من اهم المحللين الرياضيين عندنا ومن الاصدقاء المحببين جدا ليا انا شخصيا، ودايما كانوا بيشرفوني بالظهور معايا في يعني مقابلات مشابهه للي احنا بنعمله ده النهارده. احب ارحب بالناقد الرياضي الكاتب الصحفي الاستاذ عصام سالم. منور استاذ عصام، كل سنه طيب. وانت طيب يا استاذ معتز، واولا شكرا. كل عام وانت بخير، كل عام وكل المشاهدين بالف خير، كل عام واسره النهار جميعها بالف خير. شكرا. احب ارحب ايضا بالناقد الرياضي الاستاذ ايهاب الفولي اللي مشرفني بالظهور واحنا بنقضي مع بعض يعني وبنودع سنه وبنستقبل سنه جديده. استاذ ايهاب منور وشكرا على قبولك الدعوه. يعني ربنا يخليك يا استاذ معتز، انا اللي بشكر حضرتك. سنه سعيده علينا وعلى حضرتك وعلى كل الامه العربيه. يا رب يعيد علينا الايام ربنا. شكراً. بخير شكرا. ربنا يخليك. مفيش شك ان احنا كلنا بنحب الرياضه وكلنا بنحب رفع اسم بلدنا في المحافل الدوليه، وبنحب الانجازات والالقاب، وبنحب منتخبنا، وبنحب لاعبينا المحترفين، والكرة بتجري كده في دمنا جميعا الحقيقة بالنسبة لجميع البيوت المصرية والأسر المصرية. لو سألتك أستاذ عصام سالم، ومن وجهة نظرك إنك إيه أبرز الأحداث اللي تقدر تتوقف عندها في منظومة كرة القدم تحديدا في 2018؟ هو انت حضرتك اصبت كبد الحقيقه زي ما بنقول. كره القدم هي يعني غذاء الشعوب، وهي كل يعني كتير من الشعوب بتتنفس وتاكل وتشرب كره قدم. صحيح. المصريين طبعا معروفين على مر التاريخ بعشقهم لهذه اللعبه الشعبيه الاولى. اعتقد ان 2018 خدت بصمه مصريه كبيره بالتاهل لكاس العالم. اعتقد ده حدث، احنا وصلنا 28 سنه على رصيف الانتظار. يعني من 90 ل 2018 اعتقد مسافه كبيره. وان شاء الله يعني ربنا يحقق ما وعد به محمد صلاح، قال ان شاء الله احنا مش هنستنى 28 سنه تاني، ان شاء الله كل اربع سنين نبقى في كاس العالم ان شاء الله. مصر بقيمتها بريادتها بقوتها الناعمه في كره القدم والرياضه بشكل عام، اعتقد ان بتبقى يعني كره القدم بتبقى سفير متجول لمصر كلها. انت عارف انك في الاخر انك تتواجد بين اهم 32 منتخب في روسيا 2018، دي علامه كبيره قوي، بتاكد ان فعلا القوه الحقيقيه للكره المصريه انها تقدر تنافس وتقدر توصل وتقارع الكبار، وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل كتير، لان برضو التاهل كان شيء عظيم جدا وشيء تاريخي، لكن في النهائيات ما كناش سعداء او بالاداء، لكن ان شاء الله اللي جاي يبقى افضل كتير باذن الله. هنرجع لموضوع الاداء، بس تعالى اخد راي ايهاب الفولي في الموضوع ده. اللي بيقوله الاستاذ عصام مهم جدا في مساله انك انت تظهر في المحافل الدوليه ما بين كبار فرق العالم. انا عايز اوقفك عند لحظه معينه، لحظه اعتقد ان بيشاركك فيها كل مصري من ال 100 مليون مصري. لحظه عزف السلام الوطني لمصر واللعيبه وشبابنا واقف والكاميرا بتجيبهم واحد حركة يعني بيسموها يعني هي مش زوم، هي تراكينج بيسموها، من صلاح للنني لمروان للحضري. طبعا انا مش عايز ان انا انسى اي حد، انما ايا كانت بعد كده النتيجه ده موضوع هنتكلم فيه. اللحظه دي في حد ذاتها بتمثل لك ايه؟ طبعا هي دي اهم لحظه
هي اللحظة دي اللي الشغل بيبقى مبني عليها. انت بتشتغل 4 سنين كاملة عشان اللحظة ديت، لحظة عزف السلام الجمهوري، لحظة علم بلدك يبقى موجود. وكلنا يعني سافرنا في كل يعني في معظم المحافل سواء الأفريقية أو الدولية مع منتخبات، يعني جميع المراحل السنية بتبقى أصعب لحظة علينا هي لحظة عزف السلام الجمهوري، بتبقى إحساس يعني تقشعر له الأبدان. طب هقول حق يعني حاجة، طبعا أنا أفتكر اللحظة ديت هفتكرها في البرازيل في ريو دي جانيرو، كنت في دورة الألعاب البارالمبية، كان مع يعني كنا موجودين يعني البعثة المصرية، كان يعني العالم كله كان في لحظة عزف السلام الجمهوري المصري، كل الجماهير كانت في بعض الألعاب المصرية المتميزة جدا، كانت كل الجماهير اللي موجودة في البطولة بتسيب الصالات كلها وتيجي عشان تابع المنتخبات المصرية. وكان يعني ايجيبت دي، كلمة ايجيبت دي بترج، تحس ان انت موجود في مصر مش موجود في البرازيل. جميل. فلحظة طبعا حضرتك ركزت على لحظة مهمة جدا. كل المنتخبات او كل الاتحادات الرياضية سواء العاب فردية او العاب جماعية، كل خطتها بتبقى مبنية على ازاي انت توصل بالمنتخب بتاعك او بالبطل بتاعك للحظه اللي تبقى موجود في بنقول عليه طابور العرض، ان انت يبقى منتخب مصر واسم منتخب مصر وعالم منتخب مصر موجود ضمن طابور العرض بتاع الفرق المشاركه، بتبقى اهم لحظه في البطوله اللي طبعاً. هي اللحظه الافتتاحيه واللحظه الختاميه، وبنستمتع بيها جدا وبنشعر بالفخر كده يا اخي لما بنلاقي ممثلينا اللي هم ابطالنا وشبابنا واقفين وبيمثلونا ورافعين العلم، الواحد بيشعر كده بشعور لا يقارن بأي شعور آخر. أصل أنت ما بتتكلم يا أستاذ معتز على الفرق كبير أو بين أنك تبقى بتتابع الحدث وانت قاعد في المدرجات أو خلف الشاشات، وانت بتتابع الحدث العكس وانت مشارك فيه ومنافس على لقبه. طبعا كتير فرق كبير طبعا. أجيال كاملة من 1990 لغاية 2018 لم تحضر هذه اللحظة الجميلة اللي عشناها كلنا في 2018. ناس لعبت واعتزلت وكملت وبعدت، لكن الجيل الحالي عادنا مرة أخرى إلى الوجاعة، عادنا مرة أخرى إلى أجواء المونديال، وأعتقد إن شاء الله القادم أفضل ونبقى موجودين بشكل دائم في هذا الحدث الكبير. الحياة لا تتوقف عند المونديال، إحنا عندنا منتخب ومفيش شك إن هو له برضو يعني إنجازاته وله المحطات اللي مشي فيها في 2018، والمدير الفني اتغير، وعندنا تحديات جاية لنا في المستقبل إن شاء الله في السنة الجديدة اللي إحنا على بعد قاب قوسين أو أدنى زي ما نقول من استقبالها. حضرتك شايف إنه يعني أنا مش عايز أتكلم في صفحة هكتور كوبر، لأنه هكتور كوبر طويت صفحته وأعتقد إلى الأبد. بالظبط. إنما النهاردة إحنا قدام تحدي جديد وبنغير جلد المنتخب لو صح التعبير. شايف المنتخب ايه في اللي جاي؟ هو اولا برضو انك عشان تبدا صفحه جديده لابد ان تتصفح الصفحه القديمه، معلش لان ما فيش حاجه بتطلع من فراغ، انت بتكمل اجيال بتكمل اجيال وجهاز بيكمل جهاز، المساله بهذا الشكل. لما نيجي نقول بالارقام مع هكتور كوبر الارجنتيني، المنتخب لعب 39 مباراه منهم 25 مباراه وديه و13 رسميه. المحصلة النهائية رغم عدم ارتياح للأداء، لكن المحصلة النهائية كانت على مستوى الطموح، بمعنى إنما هكتور كوبر وصلنا نهائي أفريقيا بعد 3 بطولات غياب، مع هكتور كوبر وصلنا كأس العالم بعد 28 سنة من الغياب. أعتقد دي محطات لا يمكن أبدا أن نغفلها ونحن نقيم التجربة. لا طبعا طبعا كلام. طبعا لما يجينا بقى دلوقتي المكسيكي خافير أجيري، مرحلة جديدة خالص، الراجل تابعنا كتير لأنه كان بيدرب منتخب اليابان قبل كده، منتخب المكسيك قبل كده، ويتابع جدا منتخب مصر. منتخب مصر يا استاذ معتز مش عنصريه ان احنا نقول قيمه اي مدرب يدربه، تعرف الاضواء دائما مركزه عليه، نجوم الكبار المنتشرين في ملاعب اوروبا بتخلي كل الدنيا كلها بتتفرج عليه. فهو خافير أجيري كان من الناس المقربين منه كتير كانوا بيهنوه ان منتخب مصر اختار، يعني ان في الاخر ممكن قوي يكبر المدرب، انك في الاخر طموحات كبيره المصريين، يعني مش عايزين نقول طموحاتهم لا سقف لها، عايزين بالعكس كنا رايحين كاس العالم نقول لك ده احنا هنروح على الاقل الدور الثاني ولا نكمل، دائما عندنا هذا النوع من التفاؤل. النهارده الراجل بيغير فعلا جلد المنتخب، قليل من الوجوه القديمه اللي عملت انجازات برضه لابد ان نذكرها لمنتخب مصر، لكن هو
يعني نزل بالسن بمعدل الاعمار بالنسبه لمنتخب مصر، لان ده شيء طبيعي، مرحله جديده لازم اخدها بوجوه جديده بطموحات جديده بلاعيبه عطشانه للبطولات. انت يعني عارف ده مهم قوي ان يبقى اللاعب عنده هذه الرغبه ان يحقق ذاته ويعمل سي في قوي بالنسبه لمنتخب مصر، واعتقد ان هو ماشي في الطريق السليم رغم ان في بعض اللعيبه برضو من الخبرات الكبيره خسرها المنتخب بالتاكيد. احمد فتحي لاعب من اللعيبه اللي لا تتكرر كتير بعض اللعيبه، لكن هو دي سنه الحياه، لا حلو. تتوقف عند لاعب. حلو قوي، ده كلام مهم جدا. سنه الحياه هي التغيير بالتاكيد. استاذ ايهاب الفولي، لاحظت في الفتره الاخيره من اداء المنتخب، اولا الانتصار او هزيمه تونس 3-2 وبالظروف اللي حصل بيها هذه المباراه، وفريق كبير فريق تونس مليان نجوم كبار وفريق بترتيبه عالميا اعتقد من احسن 25 فريق في العالم، ما اعرفش ترتيبه دلوقتي يمكن في افريقيا اعتقد هيبقى الثاني بعد السنغال بالظبط، عربيا اعتقد ان هو رقم واحد على مستوى العالم العربي. وانا مش هقف كتير عند مساله الترتيب لان مساله الترتيب دي بيدخل فيها عوامل كتير، ولن ننسى ان منتخب مصر في يوم من الايام كان التاسع، كان التاسع ايام كابتن حسن شحاته على مستوى العالم بالظبط. المنتخب في زيه الجديد، مفيش اسماء كبار زي الاستاذ عصام لسه قايل، زي عبد الله السعيد، زي احمد فتحي، زي الحاضري، زي عبد الشافي، زي شيكابالا، مواليد سليمان ما افتكرش ان هو عنده فرصه في المنتخب، في لعيبه جداد لسه جداد شباب، باهر المحمدي، محمد محمود، ما اعرفش مين. يعني اللي عايز اقوله انه النهارده مصر بتقدم لمنظومه الكوره بتاعتها شباب واعد. انت شايف ان هؤلاء الشباب مع المدير الفني الجديد المكسيكي هيقدروا ان هم يحطونا على المكانة الصح بتاعتنا اللي تليق باسم مصر في عالم كرة القدم؟ طبعا يا استاذ معتز، مفيش شك ان المجموعة اللي موجودة حاليا سواء مجموعة الخبرات اللي لسه باقية مع الفرقة زي احمد حجازي، زي المحمدي، زي النني، زي محمد صلاح، علي جبر، في مجموعة كبيرة جدا موجودة. الدعم من بره جايب مجموعه من العناصر اللي اصحاب المهارات اللي ظهرت بشكل كويس مع فرقها، عندهم يعني عندنا حاجه كانت نقصانة في الفتره بتاعت مستر هيكتور كوبر، وانا طبعا بكن له كل احترام وتقدير على الفتره اللي قضاها. تمام. كان في حاجه مهمه كانت نقصانة خلال الفتره اللي هي حاله العقده المصريه من تجاوز او ان انت بلوغ كاس العالم 28 سنه عندك عقده ان انت توصل، ووصلت العقدة دي جت لنا ان انت ما يعني وصل الامر بيك ان انت 3 مرات ما بتوصلش كاس الامم الافريقية، فانت تخليت عن العقدة دي، قدرت ان انت يعني في فترة من الفترات اللي انت تولى فيها مستر هيكتور كوبر المهمة، بدأ الحاجز النفسي عند لعيبة منتخب مصر بدأ من حتة ان انت تروح كاس عالم او ما تروحش بدأ يتلاشى، بدأ ان انت عينك على كاس العالم، انت لعبت كاس عالم، وصلت نهائي كاس امم افريقية في الجابون وكنت قابة كوسين، كنت خلاص قربت يعني انت اللي تقدمت لولا بس ال 2-1 اللي هي كانت زي ما تقول ماتش 50-50 كان ملعوب يعني. انت تقدمت كمان وما قدرتش تحافظ على تقدمك، فانت داخل الفتره اللي جايه عندك ثقه اكتر من الثقه، ما كانش عندك ثقه في الفترات اللي فاتت، بقى عندك عامل الثقه، وعامل الثقه ده مهم جدا، بقى عندك لعيبه العالم بيهابها زي محمد صلاح، زي النني. محمد صلاح النهارده اي فرقه بتيجي بتلعب قدامك بقى عارف منتخب مصر والهيبه دي ليها تقلها وليها تمنها وليها وزنها، يعني النهارده لما بتلعب والناس خايفه منك غير لما بتلعب والناس طمعانه فيك. منتخب تونس ده انت عمرك ما كسبته 3، منتخب تونس كسبته 3 في مباراه، يعني مش مباراه يعني تحصيل حاصل، لا ده مباراه يعني على ضوءها ممكن يتحدد بشكل كبير المتصدر او بتساهم بشكل كبير في اللي يبقى متصدر المجموعه او ما يتصدرش. قدرت تكسب منتخب تونس، ومنتخب تونس ده كان عقده عربيه زي كتير من العقد العربيه اللي كانت بتواجه منتخباتنا سواء قدام الجزائر او قدام المغرب او قدام تونس، قدرت ان انت تكسب المنتخب التونسي بثلاثيه بعد ما المباراه كانت رايحه للتعادل.
تعادل خلاص، كنت خلاص هتتعادل، كان 2-2 وفاضل دقيقة ولا فاضل دقيقتين. بس انت عندك الرغبة وعندك القدرة وعندك الخبرات وعندك صلاح بقى صاحب وصلاح اللحظات الحاسمة والثقة. صحيح الثقة دي مهمة جدا، انت خلاص بدأت تكتسب ثقتك. فأنا شايف كل دي عوامل بتصب في مصلحة مستر أجيري خلال الفترة اللي جاية مع القماشة الجديدة اللي بدأت تدعم بيها يعني سنة الحياة. زي يعني أنا ببص للموضوع إن أنا كان الأول بيشطب لعيب عندي ما بيبقاش عندي لعيب زيه، لا النهاردة أنت بيشطب لعيب كبير، عندك لعيب كان صغير بقى كبير، اسم وقيمة وقامة في كل المراكز، وجالك لعيبة جاية من برة من أندية في الدوري المحلي بدأت تلعب مع لعيبة أصحاب خبرات كبيرة، فده يعني وتاخد منهم فالنهاردة بتعمل بقى الايه الاحلال والتجديد بشكل جيد جدا. مش بتعمل احلال وتجديد بفرقه كامله ما فيهاش خبرات ما فيهاش ثقه ما فيهاش نجوميه، لا انت بتعمل احلال وتجديد وعندك 7 أو 8 قادرين يقودوا المنتخب. لما بتتكلم يا ايهاب على محمد صلاح في نقطه معينه، انا متابع طبعا صلاح وادائه في البريمير ليج في الدوري الانجليزي، ومتابع بصفه خاصه مباريات ليفربول طبعا متصدر الدوري دلوقتي لغايه ما احنا طالعين النهارده في اخر يعني آخر يوم في السنة متصدر فوق مانشستر سيتي، وما شاء الله يعني نتائجه هايله، وهو بقى مركزه متقدم جدا ما بين هدافي الدوري الانجليزي، ربنا يسهل ويحقق نفس الانجاز بتاع السنه اللي فاتت، ومش هزعل لو ما حققوش لان هو الراجل عامل اللي عليه. ولكن ها 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 اقول لك بالظبط انا ايه اللي استوقفني في الكام يوم اللي فاتوا. مباراه موقف حصل في مباراه ما بين ليفربول استاذ عصام وما بين وولفرهامبتون. تمام. المباراه انتهت 2-0 لصالح ليفربول بالزبط. وصلاح احرز الهدف الاول وصنع الهدف الثاني. تمام. حصل حاله جدل كبيره جدا جدا على السوشيال ميديا من قبل مشجعي وولفرهامبتون، لان هم هجموا لعيبة فريقهم لأن هم كانوا بيتهافتوا على النجم المصري العالمي محمد صلاح عشان ياخدوا الفانيلا أو القميص بتاعه للذكرى، كأن هم مثلا خلاص يعني هو بيقابل مش عايز أقول ميسي ولا رونالدو، هو صلاح ما هو عنده دلوقتي ضمن المنظومة العالمية يعتبر عنده ترتيب يعني متقدم من اول صح. افضل 5 لعيبه يا سيدي في العالم ولا ماشي. 6 موافقين مفيش مشكله خالص. فالموضوع بالزبط. ده اثار جدل لان طبعا كان في حاله من الغيره الشديده والاحساس بان هم اتهزموا برضو على ارضهم، بس ده يترجم لك اين وصل محمد صلاح. لا ده انا هضيف يا استاذ معتز على كلام حضرتك ان كل المشاهد اللي احنا بنشوفها بعيد عن كره القدم ومن سجل ومن صنع البدع، بالنسبه لمحمد صلاح بقى حاله تحس انسانيه انت بتتابعها كل مباراه، بمعنى مش بس لعيبه الفريق المنافس اللي ممكن يعملوا هذا، مدربين الفرق المنافسه يعني اما انشيلوتي في يوم من الايام مش عارف ياخد فانيلته وقد ايه يبقى قد ايه سعيد. وانشيلوتي ده ما هوش راجل، لا ده حاجه مش انشيلوتي، لا لا ده انشيلوتي مين ده بجد تاريخ ما مش كلام يعني. وبعدين لا اللافتات الانسانيه اللي بيعملها محببه قوي الناس فيه، يعني لسه اللاعب انت عارف ممكن تلاقي لعيبه كتير بيسجلوا لعيبه كتير بيصنعوا، لكن اللمسه الاضافيه اللي احنا بنقولها دي بتقل قوي المساله. يعني لا يعني الصحف الانجليزيه لما تكتب عن جريج بلد صلاح ده قيمه كبيره طبعا. اللافتات اللي بيعملها مع الجمهور اللي مع المعاق اللي مع كذا اللي تحس دائما مشغول بهذا الهم. مش قضيه بس يجيب وينافس ويتصدر والكلام ده كله، اللمسات البسيطه اللي الانسان اللي بيعملها دي لا معليه قوي القصه عند صلاح بجد. لما نيجي السنه دي ان برضو انا بعتبر اللفتات دي يا استاذ معتز اللي بتتكلم عليها هي ده الرصيد الحقيقي عند صلاح، دي اللي بتخلي الناس تحبه وتدعي له. يعني المساله مش قضيه لاعب كره، يعني كريستيانو ما بيعملش لفتات ما بنسمعش عنه، ميسي ما بيعملش كتير، لكن صلاح بقى حاله انت عارف. انا بقول انها مؤسسه متكامله بجد مش قضيه لاعب كره قدم. لما نيجي النهارده ان يعمل ده، لما يجي النهارده ياخد البي بي سي للمره الثانيه على التوالي احنا في تاريخ مصر ما حصلش كده. لما هو مرشح ان شاء الله يبقى احسن لاعب في افريقيا للمره الثانيه على التوالي، مساله انت عارف بقى لما يجي ساديو ماني اخوه بعد الاستفتاء بتاع البي بي سي وهو شغال بعد ماتش السنغال في تصفيات افريقيا، قال يا جماعه السنغاليين مش واقفين ليه جنب ساديو ماني زي المصريين ما واقفين بقى على صلاح، بقى الكل بيقارن بالحاله الخاصه اللي عندنا. صحيح
صلاح يبقى دائما انت عارف لان المنطقه تانية خالص. انا بقول دائما ان هو خلى سقف طموحاتنا فوق. يعني انت عارف تحس ان انا في الاول بازل وبتاع والدنيا كانت على فيورنتينا روما حتى بكل قيمتها مع توتي. لا ده الدوري الانجليزي موضوع مختلف نقلة تانية خالص تنافس فيه بس في بعد برضو معلش ان شاء الله بس ما يتمش ان النهارده انا بتابع تقارير النهارده ان ليفربول بيحاول يتعاقد مع مهاجم اسرائيلي المنتخب الاسرائيلي. بس خلي بالك انا عايز اقول نقطه صغيره حضرتك 100% ما عدتكش. اكيد هو هذا المهاجم يحمل الجنسيه الاسرائيليه ولكنه من عرب ال 48 عرب ومسلم كمان يعني واعتقد ان هو بيلعب في لايبزيج لا في سالزبورج في النمسا في سالزبورج اللي هو ريد بول مش كده ريد بول سالزبورج بالظبط ومش عارف جايب اكتر من 30 هدف ويعني المفروض ان هو يعني على رادار انديه كتير بالظبط. لكن هي برضو عملت حاله النهارده لان في الاخر صلاح عنده حساسيه شديده في هذا الموضوع يعني حتى لما فريقه كان يروح يلعب في اسرائيل تحس ان لا يعني بيعيش حاله مختلفه عن بقيه اللعيبه كلهم ان قد ايه راجل وطني قد ايه عارف كويس قوي ان ده عدو بالنسبه لنا تاريخي القصة. لكن اعتقد حتى لو ليفربول تعاقد تاخد الكوره هي الكوره معلش عشان نبقى نتكلم بقى ما نضغطش على صلاح اكتر من اللازم. يعني هل ده يعيب صلاح اطلاقا لو النادي بتاعه اللي هو بطل لغايه النهارده متصدر قائمه الدوري الانجليزي لغايه التوقيت اللي احنا فيه ده يعني تعاقد مع لاعب يحمل الجنسيه الاسرائيليه هل ده يهز موقف صلاح يخليه يفكر في ان هو يروح نادي تاني؟ مش عارف طبعا مش هنقدر ندخل جوه صلاح لكن هو في النهايه ان برضه القصه اصل ده راس حربه ويلعب جنب صلاح يعني المفروض حتى كمركز يعني تعرف مساله برضه لازم ننتظر ونشوف التجربه دي ممكن تمشي ازاي لان في الاخر بس هو ليفربول من حقه يتعاقد مع اي لاعب في العالم ما اقدرش ابدا صلاح لا يملك الحق ان يقول لهم تتعاقدوا او لا تتعاقدوا فهو امر واقع لازم يستوعبه لان ده في الاخر ده شغل بقى لغه عالميه احنا ما بنتكلمش بقى يعني تعرف حتى لما بتيجي تنظم بطوله وتشارك فيها اسرائيل مش من حقك تقول ما تشاركش حتى لو انت بقطاع سياسي مش من حقك الجهه المنظمه اتحاد دولي للعبة ما لا تنقل البطوله خالص ما فيش فيها مجال. لو انا مش غلطان صلاح ايام ما كان بيلعب في ايطاليا كان في مباراه ليهم مع نادي اسرائيل وراح لعب وسجل مكابي تل ابيب مش كده ولا انا غلطان حصل. صح وبرده كان متحفظ جدا مش عايز يسلم عليهم مش عارف ايه انت عارف لا يعني عايش حاله بس في المستطيل الاخضر الموضوع ده ما هزهوش خالص اطلاقا يعني كان هو ثابت على مستواه بس انت عارف في بدايه المباراه الفريقين بيصافحوا بعض ده تقاليد يعني هو بقى حريص لا يخرج من القصه دي انا مش لازم اسلم عليهم كده لا سريع كده وخلاص يعني انت عارف بتبقى موضوع شغله المساله مش شان. طب استاذ ايهاب الفولي الكلام اللي بيقوله الاستاذ عصام سالم ان ربما احنا بنتكلم دلوقتي في يعني زي ما تقول ايه يعني استقراء لما يمكن ان يحدث لان هو لسه ما فيش حاجه حصلت فالانجليزي يقول لك ويت اند سي انا بالظبط انت مستعجل ليه؟ هننتظر لنرى يعني ايه تحدي صلاح في 2019 في حاله تعاقد ليفربول مع مهاجم بيلعب في منتخب اسرائيل او اي شيء من هذا القبيل يعني. لا انا اعتقد ان محمد صلاح عدى المرحله ديت اعتقد ان هو مش هيفكر بنفس وجهه النظر ديت هو هيحاول زي ما الاستاذ عصام بيقول حتى لو هو النادي ليفربول تعاقد مع لاعب اسرائيلي الجنسيه هيحاول ان هو يعني يتعامل في حدود اللي هو المستطيل الاخضر العلاقات هتبقى في اضيق الحدود هو لاعب زميل مش هيبقى فيه بينه وبينه اي علاقات مثلا ظاهره قدام الشاشات علاقات اجتماعيه او علاقات اللي هي يعني اي حاجه واضحه ان هو في حميميه بينه وبينه هتبقى العلاقه داخل المستطيل الاخضر واحنا شفنا يعني هو الاتحاد الدولي نفسه بيبقى في مباريات كتير جدا بيبقى ممكن يبقى مراقب المباراة اسرائيلي ممكن يبقى الطبيب اسرائيلي وبيخضع مثلا لعيبة مصرية بتخضع لكشف المنشطات تحت اشراف طبيب اسرائيلي او بيبقى مراقب مباراة اسرائيلي بتتعامل وبيتم والموضوع حصل كتير جدا مع منتخبات مصرية انا كنت في زيمبابوي مع منتخب مصر في ايام مستر برادلي وكان الطبيب كشف المنشطات يحمل الجنسيه الاسرائيليه والناس يعني في البدايه حصل انزعاج بعد كده بدات البعثه تتكلم معاهم ان كده الرياضه الاتحاد الدولي بيحرم او بيفصل ما بين السياسه والرياضه او الدين والرياضه فاعتقد ان محمد صلاح يعني وصل لمرحله من الاحترافيه ان هي تاهله
ان هو يتعامل مع اي موقف. زي ما حضرتك قلت يعني هو راح لعب في تل ابيب نفسها، فيعني ما يقدرش يرفع، هيقدر يتعامل مع الموضوع في اطار الاحتراف، اطار المنظومه اللي هو فيها دلوقتي. هو لا يلام على ان هو وقع في قرعه مع نادي اسرائيلي، او لا يلام على ان النادي بتاعه بيتعاقد مع واحد يحمل جنسيه هو ما بيحبهاش، فاهم ازاي؟ بس ما يقدرش ان هو يعني ما بيحبهاش ويقول لك انا مش لاعب. هو يلام بس لو هو صاحب النادي، يعني لو محمد صلاح هو مالك نادي ليفربول، وهو ولا صاحب ليفربول ولا مالك قرار ليفربول، هو لاعب اسمه مونس دبور يعني باختصار، من عرب 48 بس هو اخد الجنسيه الاسرائيليه ومن النصره يعني، هو مسلم. انت عارف مساله كده يعني لما تبحث فيها فيها تفاصيل كتير، يعني هو يعتبر فلسطيني ولكنه بيحمل هذا الباسبور او هذا الجواز لاعتبارات ثانيه اللي تدي له الحق يلعب بمنتخب اسرائيل. تمام، القصه كلها. تعال نسيب اللي حصل برضه في دقيقه، انا اقول لك النقطه دي اتفضل. سنه 82 كان في ماتش البرازيل وايطاليا في نصف نهائي كاس العالم في اسبانيا، احنا ما اتفرجناش على الماتش ده، فاكر ليه؟ الحكم كان اسرائيلي، والمباراه الوحيده اللي احنا ما اتفرجناش عليها في كاس العالم، ومنع بس المباراه في التلفزيون المصري من اتحاد الاذاعات العربيه، شغل كده يعني. ولم نشاهد هذه المباراه اللي شاهدت، كانت مباراه تاريخيه، باولو روسي جاب 3 اجوال والبرازيل بتودع البطوله، وقصه يعني احداث ساخنه فيها، لكن كلنا ما شفناش دي. لو النهارده اللي الدنيا رجعت زي لا اكيد مش هذا الموقف خالص يعني. لان ايه حكم اسرائيل ما بيتفرجش على البرازيل وايطاليا يعني، انت عارف اكيد التفكير هيختلف خالص في الزمن اللي احنا فيه، مفيش شك. لكن مباراه بهذا الحجم، تخيل انت تمنع من الاستمتاع بيها عشان عنصر في العناصر، يعني مش منطق. على كل حال تعال نقول بغض النظر عن هذا الموضوع، احنا بنتمنى ان صلاح يكون سبب مباشر في حصول نادي ليفربول على اللقب السنه دي. يا استاذ الفاضل، في اسبوع واحد حصل ايه مع صلاح؟ الاسبوع ده كان اسبوع انتقالي، بورنموس لما كسبه، وفي نفس اليوم مانشستر سيتي يخسر من تشيلسي، بقى فجاه ليفربول متصدر الدوري الانجليزي على حساب مانشستر سيتي حامل اللقب. بعد يومين ثلاثه مع نابولي صلاح يجيب الجول ووصلهم للدور الثاني في الشامبيونز ليج. يعني اسبوع حول ليفربول من حال الى حال. صحيح. هو ده صلاح واللي بنستناه من صلاح، وان شاء الله 2019 تبقى بتكمل نجاحات صلاح وتحطه على في القمه ان شاء الله زي 2018 و2017. عايز ارجع للدوري المحلي، لانه ما فيش شك ان هو في 2018 بيشهد حراك غير طبيعي، غير مسبوق. اكيد استاذ ايهاب، يا ريتك تلقي لنا نظره كده، يعني الزمالك متصدر، الاهلي نقدر نقول عليه قادم من بعيد او قادم من الخلف، المصري تراجع شويه، اسماعيلي طبعا اسماعيلي تراجع، الاسماعيلي بيراميدز بيحاول يثبت وجوده، عامل حراك في الدوري مفيش شك. عايزك تلقي لي نظره من وجهه نظرك، يعني عن ايه اللي ممكن ينتظر الدوري في 2019. طبعا هي 2019 هتشهد في الدوري المصري حاله من السخونه اكتر من الدوري المشتعل في الوقت الحالي، بسبب عوده النادي الاهلي او اكتمال صفوف النادي الاهلي في فتره الانتقالات الشتويه في شهر يناير اللي جاي. النادي الاهلي كلنا يعني عايشناه في الفتره اللي فاتت، الاصابات ورحيل عدد من لاعيبته وعدد ويعني وعدم التعاقد مع صفقات مميزه خلال الفتره اللي فاتت، هو اللي ادى باداء النادي الاهلي خلال كم مباراه الاخيره سواء في البطوله الافريقيه او في بطوله الدوري يطلع بشكل ما يرضيش جماهيره. ولكن النادي الاهلي خلال اليومين اخر يومين عمل بعض الصفقات القويه، سواء محمود مرعي، سواء محمود وحيد، جيلاردو الانجولي اللي تعاقد مع النادي الاهلي. اعتقد ده هيدي دفعه قويه للنادي الاهلي ويخليه يبقى حريص كل الحرص ان هو يسعى لاستعاده مكانته في صدار الجدول المسابقه. أكيد. في المقابل برضو نادي الزمالك اللي تصدر طول الدور الاول مسابقه الدوري ودعم فرقته بصفقات من اول انتقالات الصيفيه، فرجاني ساسي لاعب مميز جدا، حمدي النقاز موجود مع نادي الزمالك، حميد احداد برضو التلميح من وقت الاخر بالتعاقد مع عمر خربين، يعني السوري عمر خربين لاعب منتخب سوريا وهداف الدوري الهلال السعودي. التلميح بعوده عبد الله السعيد برضو زي ما حضرتك قلت، فريق بيراميدز
يعني قدم فتره يعني متميزه، كان عند يعني طموحات يعني مسؤولي لما قالوا ان احنا بننافس في المربع الذهبي في اول ظهور لينا في الدوري السنه دي. فعلا هو النهارده نادي بيراميدز يجي بعد نادي الزمالك في الترتيب. المفاجاه بقى كان برضو يعني اللي جاي بشكل كويس نادي الانتاج الحربي، ومديره الفني الكابتن مختار بيأدوا بشكل متميز وظهروا اكتر من ند خلال الفتره اللي فاتت. القاع عندنا في الدوري نادي المصري ونادي الاسماعيلي مع كل الاسف فرقتين من الفرق العريقه في الدوري المصري. النادي المصري شفنا نتمنى لهم بصراحه ايهاب ان هم يخرجوا من الكبوه اللي هم فيها دي، لان فريقين كبار قوي. هم يعني الاسماعيلي بالتحديد عنوان الكوره في مصر. النادي المصري فريق كبير زي ما حضرتك قلت، وان شاء الله يا رب يا رب احنا بندعي لهم ان هم يطلعوا بسرعه من المرحله دي يعني لصالح منظومه الكوره بشكل عام. يا رب استاذ عصام يا رب. انا وانا بختم مش قادر ما اسالكش السؤال ده، وما تعتبروش ان هو من باب ضرب الودع كويس، انما حضرتك ليك خبره كبيره في استقراء اللي جاي. الدوري اتحسم لصالح الزمالك ولا لسه الدوري في الملاعب؟ لا الدوري في الملعب اكيد، ولكن انا بقول لك الدوري برضو اللي هنخرج عن الزمالك والاهلي الطرف الثالث او الضلع الثالث فريق بيراميدز، اللي انا شايف انه يعني احدث حراكا غير طبيعي في الدوري، لان انا مقتنع يا استاذ معتز بان القطب الاوحد لا يمكن ان يخدم الكره المصريه. مفيش حاجه اسمها الاهلي طول الوقت والزمالك احيانا لا. والمساله عمرها ما تخدم الكره المصريه. الدوري السعودي اقوى دوري عربي لان 6-7 بيتنافسوا، الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم لان 6-7 بيتنافسوا، تحس كله داخل في المنظور. صحيح. انا اقعد انا طول العمر اقول الاهلي والزمالك بس يبقى عمره ما يتقدم. شو انا بقول لك من الاخر. صحيح. شعبيه طبعا طاغيه ما فيش كلام، لكن لازم قوه عظمى اخرى تنافس. صحيح. انا النهارده لما ادخل على الصفقات الشتويه والميركاتو الشتوي، لا ده في طرف ثالث، انا مش قضيه الاهلي اللي انا عايزه باخده، لا ده في بيراميدز، ده في الزمالك، بس في حراك. القصه مش قضيه ان انا ماشي كده. فهو هتبقى السنه دي انا توقعاتي الزمالك الاول، الاهلي الثاني، بيراميدز الثالث. انا متوقع هذا الترتيب. طبعا انا بضم صوتي لسعادتك وصوتي لاخونا ايهاب الفولي ان فعلا من المؤلم جدا ان احنا نشوف المصري والاسماعيلي، الفرق الشعبيه هي دي يعني اقول لك ايه يعني اهم شيء في كره القدم، فرق كبيره بالظبط. يعني لما يجي النهارده الاسماعيلي عمال انت عارف متخبط بهذا الشكل، لما يجي المصري من ساعه حسام وابراهيم ما تركوه تحس ان في الاخر كانه نزعوا فتيل الحماس لدى اللاعبين. ايه اللي حصل؟ ما هو نفس اللعيب. ايه اللي كان حاصل مع حسام وابراهيم ودلوقتي ايه اللي حاصل؟ القصه في النهايه ان انا بقول لك ان السنه الجايه 2019 فيها حدثين مهمين قوي. ايوه. كاس افريقيا ان شاء الله مصر هتنظمها في يونيو الجاي، انا برضه ده بنضرب الودع ونقول اللي هتنظمها على حساب جنوب افريقيا. ان شاء الله مش بعيده على مصر تنظيم المحافل الافريقيه. لا طبعا ما فيش كلام. وهتودينا منطقه تانية بقى جماهيريه تانية خالص ان شاء الله، نفك العقده اللي احنا فيها. صحيح. اول مره في التاريخ يبقى 24 منتخب في افريقيا ان شاء الله. الامارات يوم 5/1 بتنظم كاس اسيا، 24 منتخب لاول مره برضو. فاحنا داخلين برضو على سنه يعني حافله بالاحداث الساخنه، ان شاء الله تكون مصر لها الباع الاكبر والانجازات الاكبر ان شاء الله في هذا العام. وانا مع قدوم سنه جديده، وبشكل شخصي يا استاذ عصام بتمنى لك سنه سعيده ليك ولاسرتك ولكل احبابك، وان شاء الله تبقى دايما كده في يعني تطور وتوفيق ونجاح. تعرف هتبقى سنه سعيده ليه؟ لان احنا معاك في اخر ساعات في 2018 نستقبل معاك 2019. شكرا استاذ عصام سالم، وبشكر استاذ ايهاب الفولي، بتمنى له طبعا سنه سعيده جدا، وبشكرك على كل المرات اللي ظهرت فيها وكانت استفدنا منك كتير في مجال التحليل. استاذ ايهاب دايما اضافه والله. بشكرك ربنا يخليك، سنه وانت طيب. وبشكرك وبشكر استاذ عصام، الف شكر، ربنا يخليك يا رب. سهرة قناة النهار مستمرة، استعرضنا معاكم في اللحظات اللي فاتت أهم إنجازات كرة القدم في 2018 وإيه التحديات اللي بتقابلنا إن شاء الله في 2019. إحنا قدها وقدود، و2019 نبقى في موقف أفضل وأقوى من اللي فات بإذن الله. وعلى فكرة السهرة النهاردة ممتدة ومتواصلة، وفيها الحقيقة فقرات كتير جدا من زمايلنا المذيعين والإعلاميين اللي زي ما قلت أنا في البداية بيشرفني أن أنا أكون واحد من بين أسرة الإعلاميين في
قناة النهار، وإحنا بنودع سنة 2018 وبنستقبل العام الجديد. يا رب يعود عليكم جميعا بالخير والتوفيق والنجاح، ولكل حبايبكم ولكل السادة مشاهدي قناة النهار. نشوفكم إن شاء الله بعد الفاصل. السهرة مكملة، إلى اللقاء.